ولنقاش آخر المستجدات في انتفاضة تشرين ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة الدوحة القطرية الكاتب الصحفي إياد دليمي. أهلا بكم سيدي. حياك الله، مساء النور. ما مدى أهمية الإضراب العام والعصيان المدني الذي أعلن عنه المتظاهرون؟ يعني أعتقد كما فاجأت تظاهرات أول من تشرين الأول السلطة الحاكمة والعالم، فإن العصيان المدني الذي انطلق اليوم باكرا أيضا فاجأ الجميع. اليوم أغلب شوارع بغداد مقطوعة، اليوم الكثير من الدوائر يعني عاد الموظفون دون أن يتمكنوا من الوصول إليها. كان فعلا حدثا مفاجئا، كانت هناك دعوات منذ يوم أمس، منذ مساء أمس وما قبل ذلك للعصيان المدني، وربما كان البعض يعول أن هذا العصيان لن ينجح، ولكن ما رأيناه اليوم يؤكد أن هذا العصيان نجح ونجح بامتياز، خاصة وأن هناك كثير من النقابات المهنية تضامنت مع هذه المظاهرات ودعت أيضا إلى إضراب عام. نجاح العصيان المدني يعني فيما يعني ان التظاهرات يقودها شباب واعي، شباب يعرف ما هو الهدف، شباب يعرف اين سينطلق في المرحله المقبله. العصيان المدني ربما هو الصفحه الثانيه لانتفاضه تشرين، وربما ستكون هناك صفحات ثالثه ورابعه اذا ما استمرت عن السلطه. بالتالي اعتقد ان هذا العصيان اذا ما استمر وإذا ما يعني سمح له أن يستمر من قبل السلطات في المنطقة الخضراء، فإنه حتما سيؤذي الحكومة. ونشاهد يعني قبل قليل تصريحات السيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي التي دعا فيها المتظاهرين إلى العودة إلى منازلهم، وأنهم حققوا الكثير خلال هذه التظاهرات، وأن تعطيل الحياة وتعطيل العمل في الدولة غير مقبول. أعتقد أن السلطة محرجة جدا، محرجة، وهي ترى أن هناك خطط منهجية مدروسة من قبل هؤلاء الشباب المتظاهر. هذه التظاهرات كانت عفوية ولكنها أيضا مخطط لها من قبل من قادوا هذه التظاهرات، وهم كل من الشباب العراقي الذي ما عاد يستطيع الصبر على ممارسات سكان المنطقة الخضراء. نعم نعم أستاذ إياد، هذه السلمية أزعجت البعض وبدأت موجة للاعتقالات أو الاختطاف، رغم تحول بغداد لثكنة عسكرية مكونة من القوات الأمنية والشرطة. كيف يفسر اختطاف الناشطة صبا المهداوي وغيرها من الناشطين في الانتفاضة؟ منذ اللحظة الأولى لانتفاضة تشرين كانت تتعامل السلطة مع هذه الانتفاضة على سلسلة مراحل، في كل مرحلة تقدم شيء ما للمتظاهرين لعل وعسى أن يؤدي هذا الشيء إلى فض التظاهرات. شاهدنا أنهم في البداية حدثوا عن وعود إصلاح، وعود كثيرة جدا. الشيء الآخر، شاهدنا عمليات قتل وقلص المتظاهرين. الشيء الآخر، هم يعني حاولوا أن يعدوا المتظاهرين بالكثير من الوعود الجذابة والكذاب. وربما الآن دخلنا إلى مرحلة الترتيب، وهي عملية حفظ النشطاء. وربما بعد ذلك إذا ما استمرت التظاهرات ولم تنجح هذه الخطة الحكومية، فإنها قد نذهب إلى خيار يريده البعض من يتمسكون بالسلطة، وهو خيار القتل الجمعي للمتظاهرين وتحديدا المتواجدين في بعض المناطق، مناطق الخطة. نعم. عمليات حفظ النشطاء ليست جديدة. نحن شاهدنا هذه السلطة منذ عام 2003 لغاية البعث، وهي تحاول ذات الأساليب قمع واختطاف وإرهاب وإسكات كل من يقف بالذهاب. عملية اختطاف والاختطاف شاهدناها في انتفاضة 2011، شاهدناها في تظاهرات المدن المنتفضة، شاهدناها في تظاهرات ساحقة. هذه السلطة لا تعرف سوى أن تتعامل مع الشباب، مع المتظاهرين، مع الشعب بهذه الأساليب. هي سلطة فاقدة الشرعية منذ أن جاءت إلى السلطة عام 2003 عبر دبابات المحتل، وتنادي بذلك التاريخ بأنها قامت بتغيير النظام وما إلى ذلك. هي أصلاً سلطة فاقدة الشرعية، وما كانت الانتخابات وعمليات التحالف الطائفي والمذهبي التي سارت منذ 2003 حتى هذه اللحظة إلا نتاج هذه السلطة الفاشلة، نتاج هذه العملية السياسية الفاشلة التي أفسى دعمها القوات الأمريكية المحتلة، ومن ثم أثمرت على نهجها إيران.
اليوم نشاهد ان هناك وعي كامل لدى الشباب ترى عمليات الخطف، عمليات الترهيب، عمليات التهديد التي يتعرض لها الكثير من الشباب العراقي لم تعد تجدي نفعا. هذا الشباب خرج يريد وطن، هذا الشباب خرج يريد ان يستعيد هويته الوطنيه، هذا الشباب لم يعد يبالي بكل هذه عمليات الترهيب والقمع ومحاوله تكذيب الاصوات. نعم استاذ اياد، كيف تفسر الاتهامات التي تجدد الميليشيات توجيهها للمتظاهرين من قبيل تصريح الخزعلي بان الموساد في السليمانيه واحدى الرئاسات وقائد امني كبير وراء احداث العراق؟ طبعا هذه احنا يعني كل الانظمه الفاشله عندما تفشل في مواجهه الشعب اول شيء تخترعه او تحاول ان تلقي به كتهمه تجاه هذا الشعب هي عملية الانتساب وعملية المؤامرة وعملية. يا سيدتي ليست هناك من مؤامرة على الشعب العراقي أكثر من هذه الطغمة الحاكمة في المنطقة الخضراء. ليس هناك من مؤامرة أكبر من هذا القمع والقتل والإرهاب والترهيب والمحاصصة والطائفية والفساد الذي تمارسه هذه السلطة منذ 2003 حتى اليوم. الحديث عن دور الموساد أو دور لأمريكا أو دور للسفارة الفلانية أو السفارة العلانية، هذا كلام ما عاد ينطلي على أحد. هؤلاء الشباب المتظاهر عندما تستمع إليهم تجد لديهم وعي عالي جدا. نعم. لقد ملوا كل هذه 16 عاما وهم ينتظرون أن تحقق لهم هذه السلطة التي يفترض أنها منتخبة وعدا واحدا من وعودها ولم يتحقق شيء. شكرا جزيلا لكم الكاتب الصحفي إياد الدليمي، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة الدوحة القطرية.